السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم حبيبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كمان تكونوا بخير وبصحة وسعادة وراحة بال. بصوا النهارده الطيور عملوا فيها ايه، وبس انا ما زهقتش منهم. بصوا، نسيت الكيس على الأرض وانا حاطة جنبيهم كل حاجة، كل كيس فيه حاجة، فيه الشيشة والشعير والقمح. وبصوا على غفلة، وطبعا نحط لهم الخميرة على طول. ادي القمح الشعير، وادي القمح، ودي وعلى طول حاجتي اللي بحطها جنبيهم، والكركم والكركم والجنزبيل وكل حاجة جنبيهم. وجيت عشان نسيت الكيس على الأرض، بص عملوا فيا ايه. بس انا ما زعلتش بقى، مش مشكلة. بس بقى اللي ما اشتركش في قناتي يشترك وتشجعوني ان شاء الله. قلت برضو والله اللي اعمل لهم مشروب، ما حصلش. مشروب قوي جدا، مشروب علشان الناس اللي عندها الطيور بتاعتها، عندها برد، عندها فنشرة، تقلبات الجو، الجو حرر، الدنيا دلوقتي مبقتش حلوة. عايزين نعمل بقى ونخلي بالنا من طيورنا. طب نلم الطيور، الكتاكيت دي، بصوا الكتاكيت دي، بصوا السنان، بصوا الكتاكيت، بصوا الكتاكيت واللي عملته فين، عشان اعرف يلمكم. بصوا انا يعملوا فيا كده، بصوا السنان، السمان السمان السمان، يا بنت يا بطة السمان. شوف بيض كده، كل شوية اجي اخد من تحتيهم بيض، ما شاء الله، الله اكبر عليهم. عايزة اقول لكم عندي لكم وصفة حلوة قوي، الوصفة دي هقول لكم عليها بعدين، وصفة جبارة هقول لكم عليها، وهي بتاعت ايه بالظبط. بس هنزلها دلوقتي، تقيلة. بس انا النهاردة عاملة لكم وصفة هايلة، وصفة جبارة. ايه هي يا بنتي يا بطة يا دوشة، انت يا اللي خانقانة. اقول لكم على حاجة، تعالي انت يا بيضة هاني. الوصفة دي اللي انا اقول لكم عليها النهاردة يا جماعة، اللي عنده طيور عندها برد، عندها خنشرة، تحس ان هي مش قادرة تطلع صوتها كده، كل ده ليه علاج عندنا بإذن الله. ربنا الشافي المعافي. سنقفل اللمبة ثواني، الزغل في عيني الواحد. ايوه كده. عايزه اقول لكم برده، ما تقفليش اللمبه، لكن بترفعيها شويه، يعني هي بدل ما تبقى نازله عليهم قوي، لا بترفعيها شويه، لان دي صحيه جدا ليهم، وما ينفعش ان انت ما تحطيش اللمبه. عايزه اقول لكم على المشروب اللي انا اقول لكم النهارده عليه، اذا عارفه السبب بطل العجب. يعني احنا لما نعرف ان عندنا طيور عندها برد، تعبانه، فيها خنشارة، اي حاجة، افصل الطير ده نهائي عن باقي الطيور. يعني ما تخليش الطيور كلها مع بعض، تقومي فاصلة ده عن ده، عشان نعرف ايه السبب ونعالج. لان لو احنا ما عالجناش، هتلاقي كل الطيور بعد الشر جالها برد. فعايزة اقولك ان البرد اللي من دول هيجي بسبب ايه؟ بسبب تقلبات الجو اللي احنا فيها. النهارده الجو حر جدا جدا جدا، امبارح كان الجو نص نص، فالجو ده جو حياة بدون مبالغ. فنعمل ايه؟ ناخد وقايتنا. اللي ما عندوش شور، عندها برد ولا حاجة، ما فيش اي مشكلة خالص، اديهم وقاية. لو عندهم اديهولهم. فاحنا في كلتا الاحوال هنحط المشروب الرائع ده كوقاية للطيور او للي عنده بقى. طيب ايه هو المشروب ده وايه الميزة اللي فيه؟ اقول لك المشروب ده من اقوى المضادات الحيوية اللي هتضيعلك البرد النهائي باذن ربنا من عند الطيور. وكمان حاطة حاجة تقوية للمناعة بشكل لا تتخيلوه، وكمان تسميل للطيور. يعني وصفة متكاملة بسيطة من بيتك، من غير ما تروحي تشتري اي حاجة. بص الوصفة دي، ايه الوصفة دي يا بنتي يا بطة؟ ايه ده؟ ده يا جماعة ضربت في الخلاط، شفشق الخلاط، جبت ليمون، تجيبي ليمونتين كبار كده، وتجيبي ربع الكوباية عسل اسود، واضربيهم في الخلاط وحطيهم للطيور. طبعا انا حطيت العسل الاسود ليه؟ كمضاد حيوي؟ لا مش مضاد حيوي، حطيته لان هو مغذي جدا، وبيكبر الطيور بسرعه، وبيسمنها، ومقوي جهاز المناعه، ومنشط وحيويه، كل شيء فيه في العسل. طبعا العسل غني عن ان انا احكي عنه كتير. حطيت الليمون لان الليمون من اقوى المضادات الحيويه اللي انت هتحطيها لطيورك.
مش عارفه احط كده ادي عشان هم عطشانين، وكل شويه احط لهم ميه. ثواني حطيت لهم المشروب التحفه ده العسل على الليمون يا جماعه، مضاد حيوي رهيب جدا، حتى لو الطيور عندها اي مشكله في معدتها المضاد الحيوي اللي هو الليمون قوي جدا، اضربيه جامد جدا جدا في الخلاط بحيث ما تصفيش، لان الفتافيت دي لما ينقروها فيها صحه وفايده للطيور بتاعتك. العسل يا جماعه اوعوا تنفذوا ربع كوبايه، مش هتفرق مع الطيور معاكي، مغذيه جدا، بتسمنهم بتكبرهم بسرعه، حاجه كده جباره، حاجه من الاخر. المضاد الحيوي مش لازم ان انت تروحي تشتري مضاد حيوي من الصيدليه وتتعبي نفسك وكل الكلام ده، لا انت تجيبي اللي انا بقولك عليه ده، ده وصفات حلوه جدا، زائد ان تحطي على طول الخميره في المشروب وفي الاكل بتاعك، مريحه جدا للمعده ومغذيه زي ما قلنا. عايزه اقولك ان المشروب ده هايل جدا، ده بيعالج الخنشره وبيعالج البرد وبيعالج الزكام وبيعالج الطيور اللي بيبقى فيه على صدرها ميه وكل الحاجات دي. مشروب احمليه من غير ما تسالي هو بتاع ايه، على ضمانتي بالضمن والله، مشروب رائع جدا 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 ومغذي ومضاد حيوي، واللي عنده برد هينسى نهائي ان الطيور جالها برد. اعمليه كوقايه، بلاش تعمليه لما الطيور تتعب، اعمليه وقايه لطيورك ومرتين يا ستي في الاسبوع، ده انت لو عملتيه كل يوم ما هوش مكلف خالص وتحفه. اتمنى بقى ان انتوا تعملوا الوصفات ديت، والوصفات دي خلي بالكم وصفات طبيعيه ومجربه وهايله جدا ومش مكلفه. وفي وصفه تانية برضو لو انت عملتيها، حطي الليمون واضربي عليه وحطي معاه نص راسته وشفشق الخلاط كده، وقومي ضربهم جامد جدا مع بعض، وحطي لو عرفتي الليمون مع الثوم وفوائده العظيمه، اقسم بالله هتعمليه كل يوم للطيور بتاعتك. مش بس مغذي، لا ده مضاد حيوي من اعلى واقوى المضادات الحيويه اللي حطيها للطيور. الثوم المضاد الحيوي، انك عندك الثوم الاربع فصوص ثوم بيساوي قرص مضاد حيوي. تخيلي بقى لما تعملي كل يوم وصفه زي دي للطيور بتاعتك، يجي لها برد منين؟ ده كنت انا كل يوم بديهم مضاد حيوي، ومش بديهم مضاد حيوي كمان اللي هو الحاجات اللي بتتقل بعد كده، ده انا بديهم حاجات طبيعيه مغذيه مفيده بتعالج بجد صحيه. ده اللي انا عايزه اقوله لكم، دي الوصفات بتاعتي النهارده، اتمنى ان انتوا تعملوها وتشتركوا في قناتي وتشجعوني. العسل على الليمون ده مضاد حيوي رهيب جدا، انا باكد عليكم لانه هو فعلا مغذي جدا ومضاد حيوي وعالج كل حاجه. ولاحظي ان الجو دلوقتي محتاج مننا ان احنا نعمل كده، لا اما تعملي الليمون على الثوم، وده خطير جدا يشفيهم لك ان شاء الله. اللي عنده حاجه تعبانه يفصلها يخليها لوحديها عشان العدوى ما تتنقلش لبقيه الطيور. وشجعوني بقى واشتركوا في قناتي، واسيبكم في رعايه الله وامني، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.